احنا بنتكلم في امور غريبه شويه بالنسبه لكل الاهلاويه. كالعاده هيكون عندنا اخبار مهمه واكيد كل ما يتعلق بالنادي الاهلي سواء في الصحف والمواقع وبعض الاخبار المحليه والعالميه واخبار محترفينا في الخارج. لكن الاهم دلوقتي مباراه الاهلي وبيراميدز، مباراه ان شاء الله هتكون مهمه ولو اتلعبت هتكون بكره باذن الله في تمام الساعة 8:00 مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس. لكن الأزمة اللي خلال هذه الساعات وبالتحديد من امبارح بالليل ورفض الأمن لحضور الجماهير لهذه المباراة، احنا عارفين ان مسموح اصلا في كل المباريات ان عدد معين من جماهير وبالتحديد 5000 مشجع هم اللي يحضروا مباريات بطولة الدوري، وفي المقابل كمان مباريات الزمالك مع بيراميدز اللي هي كانت بتاعه الزمالك اللي كانت على ملعب بتروسبورت كانت بجمهور الزمالك كان متواجد، مباراه الاسماعيلي مع بيراميدز في الاسماعيليه كان جمهور الاسماعيلي مالي المدرجات. بكره المباراه بتاعه النادي الاهلي ليه ما يحضرش جمهوره؟ ده سؤال لازم يكون في رد عليه لان الموضوع بصراحه كده صعب جدا. هل هو تعنت ضد النادي الاهلي؟ هل هو تعنت ضد مجلس إدارة النادي الأهلي؟ بصراحة الواحد عمال يفكر من امبارح مش لاقي أي تفسير، مش لاقي أي إجابة لهذا القرار، وخصوصا من خلال امبارح وأول امبارح الكلام كله عن 5000 بشكل طبيعي جدا هيحضروا هذه المباراة، و 5000 بيكونوا مقسمين إلى 3000 ونصف تذكرة لي أو 3000 بالظبط تذكرة لصاحب الملعب اللي هو النادي الأهلي، و 1500 تذكرة كدعوات لاتحاد الكرة و500 تذكرة للفريق الضيف وهو بيراميدز. إذ فجأة امبارح بالليل لا المباراة دي هتتلعب من غير جمهور لأسباب أمنية. في المقابل طبعا كل الاحترام والتقدير وكل حاجة للأمن، لكن في المقابل في مناسبات كتير جدا بيبقى مليان فيها جماهير، بيبقى في جماهير بعدد كبير قوي وبتتأمن أحسن تأمين. قصة التأمين دي وحشة في حق اللي بيطلبوا كده او اللي بيتكلموا ويقولوا المباريات لازم من غير جمهور عشان جوانب امنيه ومش عارف ليه. احنا مقبلين يا جماعه على بطوله الامم الافريقيه، انت محتاج كل الجماهير تكون متواجده في المدرجات. لا الموضوع بصراحه صعب جدا وغريب جدا. خلينا نتكلم في اللائحه بتاعه اتحاد الكوره. لائحه اتحاد الكوره قبل انطلاق المسابقه واللي تم ابلاغ كل الانديه بهذه اللائحه، وهي بتتعلق بان كل الأندية ممكن تلعب بجمهور عادي فيما عدا مباريات الجماهيرية اللي هي بتكون مين؟ أهلي وزمالك، أهلي وإسماعيلي، أهلي ومصري، أهلي واتحاد، العكس كمان زمالك واتحاد، زمالك وإسماعيلي، زمالك ومصري، المصري والاتحاد مع بعض. يعني المباريات الجماهيرية الشعبية الأندية اللي ليهم جماهيرية دي المباريات دي اللي هتكون من غير جماهير. لكن في المقابل أي مباراة لأي نادي من الأندية الجماهيرية مع أي نادي آخر من الأندية اللي هي غير جماهيرية عادي جدا أن أنت تحضر جمهور. بالتالي هل بيراميدز نادي عنده جماهير؟ عنده شعبية؟ إطلاق خالص، محدش بيشجع بيراميدز. هل حد بيشجع بيراميدز؟ محدش بيشجع بيراميدز. ممكن ناس تشجعهم عشان بس المسابقه بتاعت بطوله الدوري عشان هم يكسبوا فيعطلوا مثلا منافس او كلام من ده، ده بس توقيت بتاع تشجيع بيراميدز. لكن هل هم ليهم قاعده جماهيريه؟ ما لهمش اي قاعده جماهيريه. طب ليه بقى في المباراه من غير جمهور؟ شيء بصراحه غريب ومش لاقي له تفسير، واعتقد ان هيكون في اتجاه بعد ما شفنا بيان النادي الاهلي بالامس ان هو يعني بيتحفظ على قرار الامن وان هو شايف ان الموضوع غير مبرر.